السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جولة الصحافة. كعادتنا نستعرض ابرز العناوين الواردة في الصحافة الجزائرية والمغاربية عموما. بالنسبة للصحافة الجزائرية، معظم العناوين اليوم ركزت على سفير او على تصريحات سفير فرنسا في الجزائر. فجريدة اخبار اليوم عادت الى هذا التصريح، تصريح سفير فرنسا في الجزائر، وكتبت: العمامرة يقصف وسفارة باريس تتراجع عن تصريحاتها، توتر جديد بين الجزائر وفرنسا. بالنسبة إلى قطاع السكن، مكتتب عدل 2 غاضبون بعد أن ترسمت زيادة أسعار سكناتهم. جريدة البلاد: تخلاط فرنسي كبير بمنطقة القبائل، الجزائر تهاجم تصريحات استفزازية لسفير باريس. هل التقى السفير برنار إيمي فعلا بناشطين انفصاليين في تيزي وزو؟ جريدة الحياة: محامي وزارة الاتصال إبراهيم بن حديد يمكن للدولة غلق الخبر وكي بي سي. المحامي مجمع الخبر: صفقة ربراب قانونية 100%. أما بالنسبة إلى ملف الفساد، أموال زوجة شكيب خليل المخفية في لبنان. جريدة الحوار: الشيخ بو عمران في ذمة الله رحمة الله عليه. في عنوان آخر: بعد هولند ساركوزي وفالس جاء الدور على السفير إيمي، يقصدون السفير فرنسا في الجزائر. فرنسا الاستعمارية تصر على سياسة فرق تسد. الأفلان: تصريحات السفير الفرنسي تدخل في إطار المؤامرة مع الماك. حركة حمص: تصريح إيمي انزلاق خطير هدفه زرع البلبلة داخل الجزائر. جريدة الخبر: تنظيم داعش في ليبيا يهدد بالسيطرة على مصراتة قبل شهر رمضان. في قطاع التربية، وزيرة التربية نورية بن غبريط: صب المخلفات المالية لأغلب الأساتذة المتعاقدين قبل شهر رمضان. الأستاذ بن حديد يرفض مبدأ الفصل بين السلطات الذي جاء به الدستور الجديد. جريدة الرائد: اجتماع وزاري مهم غدا حول كيفية قمع الغش في البكالوريا ومنع تكرار فضائح 3 جيل. عين الحكومة على أموال أبناء الجالية الجزائرية في الخارج. المشوار السياسي: العمامرة يرد على استفزازات سفير فرنسا وقال إن تصريحاته مؤسفة وتطرح الكثير من التساؤلات. بالنسبة إلى فصل الصيف، الخواص خارج قائمة استغلال الشواطئ، هذا الذي صرح به بدوي وزير الداخلية. آخر جريدة معنا باللغة الفرنسية اليوم: ليبرتي غرين بريبارتي لانكو دو فورس. معنا مشاهدينا الكرام طيب غلوفي الخبير بالشؤون الأورو متوسطية والمغربية أيضا. أخي طيب، أبرز العناوين تحدثت اليوم عن تداعيات وانعكاسات هذا التصريح الذي قيل بأنه تصريح خطير، تصريح السفير الفرنسي في الجزائر، حول أن منطقة الخبائل لديها القسط الأوفر في هذه التأشيرات التي تمنحها الحكومة الفرنسية. بالإضافة إلى الطلبة، قالت بأن الطلبة الجزائريين الذين يدرسون في فرنسا غالبيتهم من الجزائر. كثيرة هي الأحزاب والفعاليات والناشطون من قالوا إن هذا التصريح يصب في خانة العزف على وتر الجهوية الفئوية الانقسام بدلا من الوحدة الجزائرية. لماذا بالضبط منطقة القبائل؟ ولماذا الحكومة لم تكن على علم بتحرك وسفر وزير الداخلية أو تنقل وزير السفير الفرنسي إلى منطقة القبائل بالضبط تيزي وزو؟ أخي عثمان، أنا سأبدأ بالجزء الثاني من السؤال. تفضل. سمحت، الجزء الثاني متعلق ب لماذا الحكومة غائبة؟ كيف لحكومة تتكلم كثيرا عن السيادة وتقول سيادة الجزائر لا مجال لانتهاكها، وهي تغني ليل نهار على هذا الوتر، ورغم ذلك السفير الفرنسي يذهب إلى منطقة بدون علم الحكومة ويدلي بتصريحات عنصرية تهدد وحدة الجزائر، ثم بعد ذلك الحكومة نايمة في العسل آخر من يعلم. هذا شيء مؤسف، إنه السلطة الجزائرية المعروفة أنها كانت سلطة يعني تكتب على الجزائريين أنفسهم، ممكن تقول للجزائري ماذا تعشى البارحة، ولكنها غير قادرة أن تعرف أين يذهب سفير دولة وسفير فرنسا تحديدا. هذا شيء مؤسف للحكومة، وهذا يبين إلى أي مدى تحولت هذه الحكومة عاجزة مشلولة
خائفة، مهتمة بالصراعات الداخلية وغائبة عن حماية سيادة البلاد والحفاظ على وحدتها. هذا الأمر أصبح خطير، والذين عبروا عن انشغالهم بما آلت إليه السلطة في الجزائر تبين أنهم على حق، وتبين أنه فعلا السلطة في الجزائر المكلفة أولا بحماية وحدة البلاد وأمنها، تراقب الجزائريين ولكنها لا تراقب سفير دولة كانت إلى 50 سنة مضت تستعمر الجزائر وتظنها جزءا من أراضيها. طيب. فقط أكمل طيب، ولكن في موضوع ما يتعلق هذا بموضوع السلطة. قبل أن تكمل أخي الطيب، أريد أن أشير إلى أن جبهة القوى الاشتراكية وهو الحزب المحسوب على هذا المنطق، وهو بيّن أنه حزب وحدوي وليس حزب جهوي، حزب أحمد، حزب أيت أحمد رحمة الله عليه، قال بأن هناك من مناضلي الجبهة جبهة القوى الاشتراكية من حضروا هذا اللقاء الذي أجراه السفير الفرنسي في منطقة القبائل، بدلا من هذا التصريح الأخير اللي كذبت فيه السفارة الفرنسية بأنه سفيرهم فعلا تنقل إلى منطقة القبائل. طيب، هذا الموقف المحمود لجبهة القوى الاشتراكية لفافاس موقف محمود طبعا، وهذا جزء من تراث آيت أحمد الوحدوي الثوري الذي كان من القادة الذين قادوا ثورة الكبيرة العظيمة التي أخرج المستعمر الفرنسي. أما أنه فقدت هنا إلى الأجندة الفرنسية، وهي أجندة مؤسفة أنه في الوقت الذي ينتظر الجزائريون أن تعترف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها وأن تقوم بالتعويضات، وهذا حق جزائري لا يجادل فيه أحد، والآن اليهود يأخذون الملايين المليارات من ألمانيا نتيجة المحرقة، الأرمن يطالبون تركيا بالتعويضات، الآن حتى قضية العبيد التي هي تقريبا منذ القرن 17 و16، ورغم ذلك أمريكا وبريطانيا ومكتب الدول الأوروبية قالت أنها تأسف لتلك المرحلة الدموية اللا إنسان. طيب، الجزائريين ينتظرون من فرنسا أن تعتذر عن الجرائم وعن الانتهاكات والقتل، أصبحت الآن إلى الآن تتدخل وتقول أن التأشيرات تعطيها للقبائل وأن الطلاب أغلبهم من القبائل. طيب، الجزائريين الآخرون ماذا يصنعون؟ هل الجزائر فقط منطقة القبائل؟ هل الجزائر فقط منطقة القبائل اللي هي مقدمة؟ هي هل الهدف منها شيئين؟ الهدف منه أنه صناعة نخبة تكون موالية نخبويا ولغويا بفرنسا، هذا ثابت في الأمر، وتحسبها نحن ننزه منطقة القبائل، ولكن ثمة بعض النخب التي تريد فرنسا أن تصنعها على عينها وتواليها موالاة كاملة مثل ما صنعت مع الأقلية في لبنان، الأقلية المسيحية، وفي سوريا وفي غيرها من المناطق، تظن أنها بتلك الطريقة يمكن أن تصنع نخبة تواليها موالاة وتعادي الأغلبية من أهل البلاد. هذا أمر خطير وسيء جدا، وأنا أعتقد أنه أول من يتصدى لمثل هذه السياسة الفرنسية الاستعمارية الرعنة التي تهدد وحدة الجزائر، ولكن أيضا تهدد حتى فرنسا، لأنه لا ننسى أنه الآلاف من الفرنسيين الموجودين هناك لن يسكتوا أو لا نظنهم يقبلون بأن تكون فرنسا تتصرف في سياسة تستهدف وحدة بلادهم. هذا أولا، وثانيا ينتظر الشعب الجزائري من فرنسا ومن الحكومة الفرنسية أن تكون استفادت من مرحلة النضال الاستعماري، وكيف أن الجزائريون دفعوا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على وحدة بلادهم، وهم مستعدون الآن كما استعدوا سابقا أن يدافعوا عليها ويدفعوا في سبيلها أكثر حتى مما دفعوه سابقا. على فكرة، هناك من الناشطين ومن الحقوقيين ومن متابعي شأن سياسي أخي الطيب قالوا هذا ما يخدم أجندة المعك، حزب فرحات مهني أو أفكار وأجندة فرحات مهني في الحديث عن منطقة القبائل بعيدا عن المناطق الأخرى، يريدون فصل هذه المنطقة عن المناطق الأخرى، هذا الذي يريدونه. للأسف الشديد فرنسا وقعت في هذا المطب وركزت على هذه المنطقة مثل ما كانت تفعل أيام زمان، أيام الاستعمار. صحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية أخي طيب، لا تنسى أن هذا ليس هو التصريح الأول، ربما ليس الأخير، سبق ذلك ساركوزي، وقبل ساركوزي كان فالس ورئيس الحكومة لما أخذ معه صورة الرئيس وقال إن هذه، البعض قالوا إن الصورة ليس فقط لفرنسا بل للاتحاد الأوروبي للغرب بصفة عامة، بأن هذا الرئيس رئيس مريض ومتعب جدا ولا يمكنه أن يؤدي مهامه الدستورية على أحسن ما يرام. انظروا إلى الجزائر كيف هي الآن في مرحلتها الآن، انظروا إلى رئيسها. بعد هذه الإهانة أتت إهانة ساركوزي،
عندما ذهب إلى تونس وقال إن أمن تونس من أمن فرنسا، وقال إن الجزائر أو ليبيا ليست دولة الآن، لكن بالنسبة للجزائر أمنها يهدد الأمن القومي الأوروبي، ولم يقل فقط الجيران، بما نحن لا نهدد الجزائر، لا تهدد أمن ليبيا ولا أمن المغرب ولا أمن تونس، بل تهدد الأمن الأوروبي. هذا تصريح آخر. صحيح عثمان، تحليلك جيد، هذا هو صحيح، هذا هو الحاصل الآن. ولكن هذا كله تعرف سببه، ما هو سببه؟ يعني قبل أن نرمي الأحجار على ساركوزي، وهو يعني وهو رجل يعني أجندته اليمينية العنصرية معروف، قيل بأنه صدق وهو كذوب. نعم، ولكن نحن الذين نلومه أنه ما الذي يجعل مثل ساركوزي ومثل فالز ومعروف ولاؤهم لإسرائيل، ساركوزي يهودي وفالز زوجته لا نقول يهودي لأن اليهود في الأخير الجزائر فيها وتونس فيها يهوديون، قصد الدعم لإسرائيل، دعم الصهيونية، ساركوزي يتجرأ وفالز وغيرهم لسبب بسيط، لأنه السلطة في الجزائر ضعيفة. لو كانوا يخشون من ردة فعل السلطة في الجزائر وتهديدها بمراجعة العلاقات والصفقات التجارية ما بين الدولتين ما كان تجرأ ساركوزي ولا فالز ولا أي مسؤول، ولا كانوا تقربوا إلى الجزائر وأتوها حبون، لسبب بسيط، لأن الجزائر غنيمة كبرى في مواضيع العلاقات التجارية. الجزائر دولة فيها 50-40 مليون مستهلك، وهم يتوفرون على الإمكانيات، على الإمكانيات أنهم يقبلون ويستطيعوا أن يجعلوا من الشركات، أي شركة سواء كانت من الصين أو من أوروبا، إذا دخلت الجزائر أن تربح الملايين أو الملايير كما يقال. إذن عمليا الآن ضعف السلطة المركزية واشتغالها بمسائل بينية فيما بين أقطابها وما بين قواها الداخلية وذهولها وعجزها وغيابها عن الدفاع عن الجزائر ومصالحها، هذا الذي جعل ساركوزي وغيره يتجرؤون عليها. المقصود الآن، المطلوب، أن هذه السلطة فعلا أن تصبح تأخذ يا سيد الحد الأدنى من الدفاع عن الجزائر ورد الاتهامات، وأيضا التحذير على كل شخص يطلق تصريحات تستفز الجزائريين، تهدد وحدتهم فيما بينهم، أو أيضا تعرض مصالح الجزائر للخطر. هذه المسائل الثلاث الحكومة غائبة عنها، ولكنها معنية بربراب هل اشترى الخبر أم لم يشتري، ومعنية ما بين سعداني وما بين يحيى، ومعنية أكثر مرات حتى بقناة المغاربية وهي مؤسسة إعلامية مستقلة، وكان على الأولى بها أن تهتم بالمسائل المتعلقة بسيادة الجزائر والمتعلقة أيضا بالتصدي لكل من يهدد وحدة الجزائر أو يستهدف مصالحها أو حتى يسيء إلى سمعتها الدولية. على ذكر سيادة الدولة وهيبة الدولة، أخي الطيب، هناك من قال إن هيبة الدولة في مهب الريح الأيام الأخيرة، خاصة أنه بعد ما حدث ذلك اللقاء في دمشق بين السفير الجزائر وممثل الحوثيين، فقالوا هزلت الجزائر في هذه الأيام الأخيرة، صارت تستقبل حتى ممثل الحوثيين، والجزائر تغنت سنوات طوال بأنها مع الشرعية، لا تتدخل في شؤون الدول، تعترف بالانتخابات النظيفة. صحيح. وكذا. صحيح. هؤلاء هم نزحوا من السلطة في اليمن أساساً، انتخبوا انتخابا نزيها وذا مصداقية، إذا بالحوثيين يقومون بانقلاب شهد العالم العربي والإسلامي والغرب بأنهم هؤلاء منقلبون ولابد من إزاحتهم، إذا بالجزائر تجتمع بممثل الحوثيين في دمشق. معنى ذلك أن هذا الذي يمثل الحوثيين قال نحن نشكر الجزائر على مواقفها النبيلة خلافا للدول الأخرى. بماذا نفسر هذا الخلط الذي حدث للخارجية الجزائرية؟ هو والله يا عثمان أحسنت يعني في هذا السؤال لسبب بسيط، لأنه الآن الخارجية الجزائرية تتخبط خبط عشواء أو تضرب خبط عشواء كما يقال، بل أكثر من ذلك، عوض انتظر الذين محسوبون على الثورة، على التغيير، على الحرية، على الديمقراطية، مثل الشعب اليمني والشعب السوري وكل والمصريون الذين يتعرضون للإبادة من الانقلاب العسكري في مصر، كانوا ينتظرون من دولة منسوبة إلى الثورة، من دولة جاءت بها الثورة، من ثورة يعني الجزائريون ضحوا بالغالي والنفيس، ولكنه كما يقال عندما يقال في الليلة الظلماء يفتقد البدر. الآن العرب المناضلون الثوار في سوريا
وفي العراق وفي مصر وفي اليمن ينتظرون بدرا، وكنا نظن الجزائر ستكون هذا البدر، ولكنها غابت، غابت مع الأسف نتيجة هذا التخبط وعدم وضوح الرؤية والخلط الذي تعيشه هذه السلطة. عوض السلطة الآن تقف في السياسة الخارجية، تقف في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. عوض أن تكون مع الشعب تقف مع الأنظمة، عوض أن تكون مع الشرعية تقف مع الانقلاب، وهذا شيء مؤسف. وكان كما يقال الشيء مرات تقول الشيء من مأتاه لا يستغرب، لسبب بسيط أنه طيب إذا كانت هي أصبحت لا تحقق هذه المطالب الشرعية في الداخل فكيف تصنعها في الخارج؟ وأكثر من ذلك الآن هذه الشعوب أخي عثمان، هذه الشعوب التي تناضل الآن ربما تتحدث وتقول طيب نحن نريد من الجزائر أن تكون موالية للثورة حتى نلتقي معها وتعيننا، ولكنها لا تجد هذا الطلب الذي تطلبه، والشعوب تعيش يتيمة كما قلت لك، غائب عنها البدر. ومع الأسف نحن ننتظر فعلا ننتظر من الجزائر أن تحضر في الوقت الصحيح وأن تأخذ الموقف الصحيح وأن تكون مع الشعوب وضد الانقلاب سواء كان في سوريا أو في مصر، ولكنها لا تفعل الآن مع الأسف. هناك من قال إذا كان بيتك من الزجاج فلا تضرب الناس بالحجر. نعم، طالما أنك تفتقد الهيبة وتفتقد المكانة التي تشغلها الجزائر في السنوات الأخيرة، معنى ذلك أن لا تسأل الناس لماذا صرحوا تجاه دولتك أو ضد دولتك. نمضي الآن إلى ملف الفساد أخي طيب. هو شكيب خليل الوزير المتهم بالتهم الثقيلة، وهو يتجول عبر الزوايا، قال لهم أثبتوا بدليل واحد بأنني سارق أو ناهب للمال العام، وقالهم حتى قوائم بنما الوثائق بنما لم تدرج اسمي ولذلك فأنا بريء، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. حيث صدرت القائمة الثانية لبنما وورطت زوجته لما قالت بأن زوجته متورطة في الفساد ونهب المال عن طريق زوجها شكيب. الآن جريدة الحياة قالت بأن أموال زوج شكيب خليل كلها في لبنان أو أغلبها في لبنان، عقارات ومؤسسات وشركات باسم شكيب خليل وعقارات وشركات. كيف نعلق على هذا الخبر؟ هو الحقيقة في جريدة الحياة، الحقيقة أخي عثمان شوف، في مسائل المتعلقة بالفساد الذي يحسمها لا هو كلام شكيب خليل ولا حتى كلام الشارع ولا حتى كلام الصحف. الذي يحسم قضايا الفساد هو القاضي، لأنه القاضي إذا كان ثمة تهم متعلقة بفساد شكيب خليل، طيب أن يجب أن الذين يحملون الأدلة أن يحملوها إلى القاضي ويقضوه، وهو إذا كان يدفع بالبراءة أن يأتي بما يؤدي إلى براءته. الذي رأيناه أن قضية شكيب خليل ليست محلها القضاء، ليست محله القضاء الجزائري فقط، هي متعلقة أيضا بالقضاء الإيطالي، والقضاء الإيطالي وجه تهما. ويجب، والآن يبدو أنه ملف شكيب خليل يزداد سوادا لسبب بسيط كما ذكرت أخي عثمان، أنه الآن أوراق بنما قالت أنه زوجته عندها أموال ووضعت في لبنان. عمليا الآن نحن نريد أن نعرف، نريد من القضاء أن يحسم هذا الخلاف، ونريد من القضاء أن يكون نزيها مستقلا وشفافا، ونريد أيضا من القضاء الإيطالي أن لا يرضخ، ونريد أيضا من القضاء الإيطالي أخي عثمان أن لا يرضخ للتهديد والابتزاز، لأنه مرات أنت تعرف هذه الرأسمالية الأوروبية في كثير من الدول ومنها مثلا إيطاليا، ربما الرأسمالية الأوروبية في بعض المرات تكون قاسية في مسائل وتغض الطرف عنها إذا ما تعلق بأفراد خارج أهل الوطن. يعني لو مثلا تعرض لضحايا الرشوة والفساد مواطن أوروبي ربما لا، أما إذا استفادت الشركات الإيطالية أما كانت الضحية هي المالية الجزائرية كثير من الحالات يغضون الطرف. في جميع الحالات نحن نقول أنه يجب على القضاء في داخل الجزائر وفي إيطاليا وفي كل المناطق أن يبين لنا، وإذا كان شكيب خليل متورطا في هذه القضايا يجب أن يتابعه القضاء في داخل الجزائر وفي خارجه. للأسف الشديد أخي طيب، القضاء في الجزائر لم يتلقى بعد إشارة خضراء لمباشرة مثل هذه الملفات. شكرا جزيلا لك أخي طيب. نمضي الآن مشاهدينا الكرام لملف الصحافة التونسية مع الزميل غفران الحسيني، وأبرز العناوين الواردة في الصحافة التونسية اليوم.
أهلا زميلي عثمان، تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين وإلى ضيفك الكريم. نستهل جولتنا في ملف الصحافة التونسية الصادرة اليوم من تونس بصحيفة الضمير التي سلطت الضوء على المؤتمر القادم لحركة النهضة وفي ملفها الاقتصادي والاجتماعي وما يطرح في لوائح هذا المؤتمر من خيارات، وكان ذلك تحت عنوان حركة النهضة تعرض بعض لوائح مؤتمرها على الخبراء تبني اقتصاد السوق الاجتماعي ومفهوم التنمية الشاملة، حيث وجه عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص اللائحة الاقتصادية الاجتماعية التي ستصدر عن المؤتمر العاشر لحركة النهضة. وأضافت الصحيفة أن هذا كان خلال لقاء حواري نظمه مكتب الدراسات والتخطيط بالنهضة بالاشتراك مع لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر. وكانت حركة النهضة قد عرضت خلال هذا اللقاء لائحتها الاقتصادية والاجتماعية على مجموعة من الأساتذة والخبراء وأهل الاختصاص إضافة إلى مديري البنوك وسلة من رجال الاقتصاد. وأكدت الحركة خيارها في الانفتاح على مختلف الأطراف وسعيها لإعطاء صبغة تشاركية للوائح القادمة. ووصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال مشاركته في هذا اللقاء أن الانتقال الديمقراطي في تونس بأنه استثناء مقارنة بالدول العربية الأخرى، لكن يبقى مهدد بالإرهاب والعجز والفشل الاقتصادي. وتابعت الصحيفة على لسان راشد الغنوشي قوله أن هناك قوى داخلية وخارجية تسعى إلى إحباط الحلم التونسي في بناء ديمقراطية عربية، والإرهاب جزء من هذا الإحباط. وأضاف الغنوشي ختاما أن الانتقال الديمقراطي سيبقى مهددا ما لم يدعم بالانتقال الاقتصادي، لذلك تسلط النهضة جهودها من أجل برنامج اقتصادي يليق بهذه المرحلة في تبني اقتصاد السوق الاجتماعي و التنمية الشاملة. ننتقل الآن إلى صحيفة الشروق التي اهتمت بموضوع اجتماعي تحت عنوان 90% من نسائنا ضحايا التحرش الجنسي. كتبت الصحيفة أن العنف الجنسي من أكثر أنواع العنف التي تسلط ضد المرأة التونسية حسب آخر الدراسات، غير أنه من أكثر الأنواع المسكوت عنها والتي لا تليها المرأة أهمية التتبع العدلي لعقاب الجنات. ونقلت الصحيفة بعضا من الأرقام التي تداولتها منظمات رقابية في ما يتعلق بهذا الموضوع، منها أن 2.91% من النساء المستجوبات في دراسة قامت بها مؤسسة الكريديف يتعرضن إلى عنف جنسي داخل وسائل النقل العمومي، إضافة إلى 4.76% من المستجوبات المتحصلات على مستوى تعليم عالي يتعرضن إلى العنف بالفضاء العام، وأخيرا 87% من المستجوبات يعتمدن استراتيجية عدم جلب الانتباه عند الخروج للفضاء العام، وذلك بارتداء الحجاب أو الخروج في مجموعات، لأن 62% من النساء لا يفعلن شيئا عند التعرض إلى عنف نفسي بالفضاء العام. نتحول ختاما إلى صحيفة الصباح والتي اهتمت بموضوع اقتصادي واستعدادات وزارة التجارة لمحاربة الأسعار تحت عنوان التجارة تقر تخفيضات والدفاع عن المستهلك تحذر من التمويه. كتبت صحيفة الصباح أنه رغم وعي التونسي التام بما تشهده الأسعار من ارتفاع يوما بعد آخر، رغم فرض المراقبة الاقتصادية ولعب جميع الهيئات والمنظمات من الدفاع عن المستهلك ومعهد الاستهلاك أدوارا في العمل على ترسيخ سياسة استهلاكية لدى الأسرة التونسية، إلا أن الحرب على الأسعار لا زالت متواصلة لعدة أسباب، أبرزها أن التونسي غير قادر على التحكم في اللهفة والشراءات العشوائية. ومن جانبها وفي إطار محاولتها الضغط على الأسعار، أصدرت وزارة التجارة في بلاغ لها مؤخرا إقرار جملة من التخفيضات الاستثنائية قبل شهر رمضان لهذا العام، وذلك إثر جلسة عمل بين ممثلي المساحات التجارية الكبرى لتفعيل هذه التخفيضات بداية من شهر جوان قبل حلول رمضان. وتصل معدل التخفيضات في المشروبات الغازية والمياه المعدنية من 5 إلى 10% فضلا عن تخفيض في سعر الزيوت النباتية من 1 لتر إلى 3 لتر إلى 15
بالمئة. وتابعت الصحيفة ختاما على لسان سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة ترفض أن تكون التنازلات المعلن عنها مجرد تمويه، لأنه سيتخذ في ذلك عديد القرارات أبرزها فضح هذه الممارسات في الإعلام، إضافة إلى تتبعات المنظمات للتخفيضات الوهمية قبل شهر رمضان. وقد اعتبر عدد من النقاد أن هناك تخفيضات وهمية في شراءات للتونسيين لا تمثل أساسا في المائدة التونسية خاصة في شهر رمضان. هذا زميلي عثمان أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا جزيلا لك زميلي غفران، كنت معنا من تونس. نختم الآن مشاهدينا بفقرة الكاريكاتير، نتابع معنا. هذا ما لدينا اليوم في جولة الصحافة، شكرا جزيلا لكم.